ازاي يعني تعرف السيدات اماكن الكشف؟ احنا عندنا هنا السيدات فتحنا عيادتين اسمها نظرة سنين مركز بنسين وعيادة خاصة جدا الرائدة بترشد كليدة على كل العيادات الموجودة عند طبيب المجد وبهذا بتخصص الأجهزة وأحدث الطبي وأحدث الخدمة الطبية هي بتتشكل على المكان. دكتور انجي احنا للاسف الصوت مش واضح تماما، ويمكن الموضوع ده مهم جدا ومحتاجين انه يمكن السيدات كمان يكون عندها معلومات اكتر، فخلينا نحاول نعود الاتصال بحضرتك مره تانية. لكن بكل تاكيد يمكن فكره الكشف عن سرطان عنق الرحم بشكل عام مهم جدا، لانه يمكن ده يعني للاسف من احد انواع السرطانات اللي ليه خطوره كبيره جدا، وبالمناسبه يمكن الكشف عنه مبكرا ويمكن التعامل معاه كمان يا شاذلي لو تم الكشف عنه مبكرا. صحيح، احنا محتاجين برضو نعرف كمان من الدكتوره انجي نقطه مهمه جدا، اليه التعاون ما بين وزاره التضامن وزاره الصحه والجهات التنفيذيه في المحافظه. دكتوره انجي رجعت مره ثانيه معانا يا فندم. اليه التعاون في بروتوكول تعاون موقع ما بين وزاره التضامن ووزاره الصحه. وزارة التضامن هي البروتوكول التعاون الجناح بتاعها هو الرائدات الريفيات، ووزارة الصحة احنا معانا بالإشراف على العيادات، أما العيادات هي موجودة في الجمعيات الأهلية. المجتمع المدني هو اللي عنده العيادات، أما الطاقم الطبي اللي بيقوم بالتنفيذ ده بيكون من خلال وزارة الصحة. والتوعية وحشد السيدات للكشف من خلال الرائدات الريفيات. طيب خليني يا دكتور ارجع مع حضرتك مره تانية لسؤالي لانه الصوت ما كانش واضح مره اخرى، ازاي السيدات تقدر تتعرف على اماكن الكشف؟ حضرتك قلتي من خلال الرائدات الريفيات ولا في طريقه تانية؟ لا يا فندم، احنا اعلنا الكلام ده من خلال كل وحداتنا الاجتماعيه ومن خلال الرائدات اللي هم اقرب الى السيدات من اي حد تاني، لان هي بتخش البيت وبتبدا تتعامل مع السيده وبتبدا ترشدها على برامج توعويه في كل ما يخصها التربيه الاسريه والايجابيه والتطعيمات والاهتمام بالصحه الايجابيه، فهي بترشدها في نفس برنامج التوعيه ازاي تبدا تتوجه، ولو ازاي واجهت اي علامات خطر ازاي تتوجه وفين العياده وازاي تاخد الخدمه، والخدمه مجانيه تماما تماما تماما، وبتقول لها على المواعيد والخدمات اللي هتقدر تاخدها من العياده. طب هل في ارقام يا دكتور المواطنين يقدروا يتصلوا عليها عشان يعرفوا اكتر تفاصيل؟ هي على العموم عامه كل الارقام هتنزل على صفحتنا اعتبارا من يوم الاثنين الجاي والرائدات، على اساس ان نشاط الخدمه وبارقامها هتنزل معانا على صفحه المدرسه. طيب جميل جدا، حضرتك اشرتي سريعا الى نقطه التمكين الاقتصادي، محتاجين نتكلم عنها بشيء من التفصيل. ازاي بندعم هذه الاسر؟ بندعم الاسر، احنا عندنا الرائده في كل قريه عارفه كل سيده معانا، واحنا معانا جدول بكل الرائدات اللي احنا بنستهدفها من خلال قاعده البيانات. لو احنا بنقدم برامج التوعيه وفي نفس برامج التوعيه بنضمن بقى حاجات كتير، تربيه اسريه ايجابيه، صحه انجابيه، الوقايه من سرطان عروق الرحم، الرائده تيجي تتعامل مع السيده باعتبارها بتديها باكج كامل من خدماتنا، في نفس الوقت بتقول لها انت ممكن تقدري تاخدي من عندنا مشروع، في مشروعات المراه، في مشروعات الاسر المنتجه، في مشروعات مبادره فرصه، وبنبدا نعرفها ميزه كل مشروع هو ايه. دي حاجه مشجعه كمان يا فندم للتعامل مع الحمل. تمام، وبعدين ده حاجه ثانيه، احنا بنقدم مشروعات مستهدفه السيدات فقط، وبنقدم مشروعات مستهدفه الست والراجل، فاحنا بنبقى مستهدفين، الست ممكن تاخد من عندنا المشروع او الزوج ياخد المشروع. على حسب نوع المشروع ونوع المبادرة.